الله مبارك. يلا بسم الله. يلا. بعد يضيعون جوالاتك. يلا. أنا أقصد. لا باقي لي واحدة فوق. واحدة ثالثة. الله يستر ثالثة. هذه الأخيرة. بترجعني بعدها كيف؟ على طول أرجع. خلاص. أنا أول مرة أجي المكان هذا، أول مرة أسوي التجربة مع مبارك. نعم. الموضوع عشوائي، يعني أي واحد يجيب سيارته ويدخل عادي يقدر يدخل، بس إنه ما السواقة خطرة، يعني أماكن تعرف منحدرة شوي، في زي ما تقول ميول، يمكن يقلب بس يقلب بالسيارة. لا لا، خطورة من ناحية خطورة خفيفة، يعني ما زي اللي في حطب الشوارع أي وقت. هذا على كيف كان تحكم بالسيارة بالسرعة. لا عشوائي هي أصلاً، الدخول تطعيس هنا عشوائي، والعوائل مفروض يعني ما تكون هنا لأن هذا مكان تطعيس، دائم الشباب هنا، عوائل توقع أنه خطر تجي العوائل هنا. وبيني بينك غشيم مرة. هذا اي والله غشيم. شلون تخلون يسوق هذا؟ ما نخليه يسوق. ساق مرة وقلب فينا. قلب فيهم؟ اي نعم. هم يطعسون؟ اي نعم. والله؟ اي نعم. ايش صار؟ ابد. ايش صار؟ عطني. والله الحمد لله نشكر، سلمنا ما صار شيء. كان تضريبة في الموت، لكن ما عليك، الحديد يتعوض، لكن الادمي ما يتعوض. وليش؟ ايش قلبت؟ وش الخطأ اللي تسويه؟ الخطأ طال عمرك شو اسمه الطعس، عرفت؟ كان مرتفع. وانا جاي نازل على سرعتي ماخذ اللفه يمين، خذيت لفه الدركسون قوه، قام الموتر اقلب علينا. من مره ثانيه في الخراره. وقلبكم ثاني مره؟ اي في الخراره كنا طالعين الطلوع، تمام الطلع قوي. وهو طالع طلوع الزبده. وريني. وريني. طال عمرك، هذه بدايه التعليم، لازم الواحد يتعلم ويطيح وينكسر حتى لو ركب خير. تعلم راس هذا نص رايح. طيب هو اللي راكب، ايش تبين اسوي؟ طحت واغمى علي، تمام، ورحت المستشفى قالوا فيك نزيف دم، لقوا عظام في الجمجمه مكسور، تمام، وابد سويت العمليه، بدايه النزيف كمل مؤخره الراس، وسووا العمليه اليوم الثاني، سووا اشعه لقوا مقدمه الراس نزيف، وكمل العمليه تكمله كامله، وكان في كسر في الجمجمه بسبب التطعيس لحاله. فطلع عمرك خذت غيبوبه. ايش تقول له هو الحين؟ المشكله انه خالي فاهم عليه، صعب اسبه.